اهلا بحضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نروح بقى لمحافظه الاقصر مع زميلتنا جيهان عبد الدايم مراسله صباح الخير يا مصر، نتابع فيها فعاليات المؤتمر السنوي الاول لتنميه السياحه العلاجيه في الاقصر. صباح الخير عليك يا جيهان. صباح الخير بسنت، صباح الخير أحمد، صباح الخير مشاهدينا في كل مكان. النهاردة بنكلمكم من محافظة الأقصر، وفي اليوم الثاني للمؤتمر السنوي الأول الخاص بتنمية السياحة العلاجية، واللي بيتم بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. النهاردة بنتكلم على فعاليات تمت على مدار أمس بحضور 25 سفير من الدول الإفريقية لمناقشة عدد من الأبحاث والموضوعات الهامة الخاصة بنقل التجارب المصرية لمختلف الدول الإفريقية. امبارح كان في مناقشات بحضور رئيس الهيئة دكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، وأيضا السفير محمد خليل من وزارة الخارجية، ويمكن تم بحث إزاي سيتم التعاون بين من خلال هذا البروتوكول بين هيئة الرعاية وبين أيضا وزارة الخارجية عن سبل التعاون لدعم النظم الصحية بمختلف الدول الإفريقية. ويمكن ده كان جاي نتيجة التوصية اللي تم مؤخرا في منتدى شباب اللي تم منذ أيام يعني 2022، وكان هناك توصية بدعم النظم الصحية الطبية الإفريقية بكافة الطرق، ويمكن ده خلى أن مصر مستعدة لتنفيذ ذلك من خلال كوادر طبية مجهزة. تم مناقشة العديد من الأبحاث منذ أمس خاصة بإزاي سيتم تفعيل هذه الكوادر ونقل هذه الخبرات إلى إفريقيا، وأيضا كان في جولة من السفراء الأفارقة لعدد من المنشآت الطبية الموجودة في محافظة الأقصر وتحديدا مستشفى إزيس وأيضا مستشفى الكرنك، وقاموا بتفقد الأجهزة الطبية وكيفية رعاية المرضى هناك، وتم افتتاح وحدة طب جنين اللي هي كان يمكن دي وحدة جديدة ستشمل رعاية الجنين منذ يعني في بطن أمه بشكل كامل. بنتكلم على وحدة بتتم يمكن لأول مرة افتتاحها هنا في الأقصر، وأشادوا بيها كل من يعني حضر وشاف إزاي طريقة العمل بتتم في هذه الوحدة، وده كان من خلال أيضا مبادرة تم إعادة إطلاقها امبارح وهي رحلة حامل. يمكن كان في انطباع جيد جدا من السفراء الأفارقة بالإنجاز الطبي، واستمعوا ليه شرح من رئيس هيئة الرعاية الصحية وأيضا رئيس اعتماد ورقابة الجودة امبارح على كيفية العمل بالنظم الصحية داخل جمهورية مصر العربية. كان في شق آخر أيضا تم مناقشته، وهو كيفية تهيئة الأماكن السياحية اللي هيتم فيها سواء الاستشفاء أو التواجد فيها من خلال الأطباء أو المرضى اللي ممكن يكونوا موجودين هنا في مصر ويكون بيتم لهم إجراء بعض العمليات أو في مرحلة استشفاء أو نقاها ما بعد العملية. ده كان أيضا من خلال أوضح لنا رئيس هيئة الرعاية بروتوكول أيضا تعاون مع وزارة السياحة لتنفيذ ذلك، لأن مصر غنية طبعا بأماكنها السياحية الخلابة اللي هتساعد على أيضا أن يكون هناك سياحة جيدة لمن يأتون سواء لإجراء عمليات طبية أو للسياحة بشكل عام. النهارده بنتكلم على مؤتمر يعني بوادره كانت جيده جدا وبيستمر حتى غدا. بيستمر معانا حتى غدا، فبنستمر معاكم في تغطياتنا المستمره وايضا على وجود هذا الانطباع الجيد من قبل السفراء الافارقه، وهنتابع معاكم مشاهدينا دايما كل ما هو جديد. وعوده مره اخرى الى الاستوديو. شكرا جيهان عبد الدايم مراسلة صباح الخير في الأقصر، ويعني كل الشكر ليكي بصراحة من الناس الدؤوبة والمتفانية دايما في عملها. والمؤتمر اللي بيعقد في الأقصر ده من المؤتمرات الهامة تحديدا لوجود زي ما قلتي عدد من يعني الوافدين من الدول الأجنبية، لأن ده بينقل رسالة إيجابية لصورة مصر في الخارج.